يعرفش غير الليله دي حموده. ودي حموده. نعم خالد. بقول لك ايه، هات البرنس وتعالوا انتوا واصحابكم دول ننزل خالتكم فيصل من فوق. يلا اطلع اطلع. بسم الله ما شاء الله هتقدر. يلا خالتي مين؟ هيكون مين يا خالتي؟ يا اختي ام العروسه يا اختي. يا سلام عليك يا صفيه، يعني هي الاوضه يا اختي ما كانتش تنفع قرايه الفاتحه؟ يا لهوي اللي هنعيده ونزيده بقى. هو تحكيم رأي وخلاص يا صفيه. هو تحكيم رأي. هنقرا فاتحه بيت العروسه يعني في بيت العروسه. قومي بقى يلا حمود يلا برنس خشوا يلا قوموا الحاجه. يلا يا اختي. على مهلك جاتك نصيبك. على مهلك انت عملت حاجه يا ولد. اوعى اوعى كده انت وهو اول. دي الفراخ مالها يا اختي؟ ما مالهاش، عايزه تلم مع دمها. لا تكون شايف عرسه ولا حاجه. لا مفيش عرس يا اختي، مفيش اطمني، ده فراخ بتاكل العرس نفسها. خدوا بالكم بقى. قال يعني فاتحه ما تتقريش الا في بيت العروس. على عيالي يا حاجه بقى وعايزين يفرحوا. امال يا اختي الواد المنيل عبد الله راح فين؟ العريس راح يجيب الاستاذ تمام. يا واد اتعدل يا واد، هتوديني في داهيه. يا واد يا حموده اتعدل يا واد، بعد الشر عليكي من الداهيه. يا اختي اوزن ايدك يا واد. ايه؟ ما توزن يا حموده. يا ساتر يا رب. ده جاي من انهي مصيبه ده؟ ده ابن محمود اللي كانت جنبنا هنا. يا ساتر. روحي واد الناحيه الثانيه. اوعي كده. شاكرين يا حمود. اوعي. ايه ده؟ يا بنت اوعي يا بنت انت وهي. يا عيال اوعوا كده انت وهو. يا ساتر. على مهلك يا ايه ده؟ طب عزيزه يا حبيبتي. على مهلك. اقعد يا خالتي. اسم الله اسم الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. انت شطناي لحماتك يا بنتك. ايه الشحطاطه دي؟ خلاص بقى يا حاجه وليله. خدي يا خالتي. يا اختي خطوه عزيزه. الف هنا. يا لهوي هديه اكتمي. وليه الراجل عيان ورايق ده الفضايح دي؟ ايه يا وليه؟ ما كناش نزغرط البت النهارده، هنزغرط لها ايه؟ ناس تاكل وشها. يا خالتي قولي لي عملت ايه في الاوضه؟ اكلم لك صابر المنجد ايده تتلف في حرير. طبعا ما احنا هنكلمه يا حاجه. انا بس بقول يعني ان كده نستنى شويه على ما نتفق يعني على كل حاجه كده. واحنا كل ده لسه ما اتفقناش. بقول لكم ايه، احنا نهيص للبت شويه بقى. امال ايه؟ شش وطي صوتك يا وليه، الراجل لسه خارج من المستشفى. هنوطي صوتنا هنوطي صوتنا. وطي ايه بس؟ بلاش فضايح يا ساعتين. يحيى ابوها وشنبه. يحيى ابوها وشنبه. ان ما حدش غلبه. ادعي له يا بت ادعي له. تعال والله البيت هينور النهارده. هينور. استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني ارموا شويه تراب على الميه دي لحسن حد يتزحلق. والله رميناها ومفيش فايده، الماسوره لازم تتصلح. تتصلح عشان ابليس في الجنه، ماسوره تهي اللي تتصلح. هو في حاجه بتبوظ في البلد دي وتتصلح؟ يلا ربنا يصلح لنا الحال ونخرج منها على خير. على خير ان شاء الله، على خير. اتفضل يا استاذ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا حاجه؟ اهلا وسهلا. زرنا النبي يا استاذ تمام. عليه افضل الصلاه والسلام. شرفتنا يا استاذ تمام، اول مره تخشي بيتنا. ادينا دخلناه في الافراح يا بنتي اهو، ربنا يديمها يا رب. انتوا نزلتوا ستكم عبد الله ليه بس؟ قال ايه؟ صفيه حكمت رايها، قال الاوضه عندي ضيقه وما تسعش قرايه الفاتحه. معلش يا حاجه، وجودك برضو مهم عشان تملي اليوم كله بركه. النبي يا اخويا دي قله عقل وشحططه. خلاص ربنا يكفينا شر قله العقل والشحططه. ها نتكل على الله ونقرا الفاتحه. وماله يا استاذ تمام، انا يعني بس بعد اذنك حابه كده ان احنا نعيد الكلام تاني قدامك وفي حضورك علشان تبصم انت بقى عليهم. لا استنى،
يلا يلا يا اختي انت وين؟ يلا نطلع بره يا جماعه، عايزين يتكلموا كلمتين. راجعين تاني يا حاجه وهنزغرط ونهيص للصبح. على مهلك يا ولاد، على مهلك. على مهلك يا اختي. استغفر الله العظيم يا رب. مش محتاجه راجل يا ام صباح، مش محتاجه راجل. انا يا استاذ تمام عليا اوضه النوم وهم عليهم كراكيب المطبخ. قال لك كراكيب من اولها اهو يا اختي. ما يقصدش ما يقصدش. امال في الساعه دي يا ابني. خلاص يا استاذ تمام خلاص، ما تزعليش، حاجات المطبخ وشويه القطن والتنجيد عليهم. القطن اه، عايزين مرتبتين كبار ومخدتين كبار وواحده صغيره، والقطن يكون سكيرتو. اه مش اي قطن. سكيرتو يا ام، سكيرتو ايه؟ سكيرتو ان شاء الله. ها آه. قلت ايه يا صفيه؟ موافقه يا استاذ تمام. مش حاضر يا اخو. لا حول ولا قوه الا بالله. وبتعاطي ليه دلوقتي يا صفيه؟ كان نفسي ابوها هو اللي يقرا فتحتها. تعيشي وتفتكري. بس هو انا مش مكان المرحوم ولا ايه؟ يا خرابي، ده انت ركبت الحاره خربت. خلاص يلا باب البركه يا جماعه، نقرا فتحة عبد الله ابن فيسا على صباح بنت صفية. بس اعذروني انا يا استاذ تمام. الله ندعي لهم كمان، ربنا يبارك لهم وييسر لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هدخل معاك عشان اعرفك من الشمال وفي اليمين. هدخل معايا بلبسك الميري ده؟ اه عادي. بقول لك يا يوسف، خلينا اشتغل بطريقتي. انت مستعجل على الشغل قوي كده ليه؟ بكره الباشا بتاعنا يهريك شغل. ولا يهمني. بيني وبينك انا اللي يهمني حاجه واحده بس، ان انا اجيب تقدير حلو قوي في الليسانس السنه دي. ربنا معاك ابو صلاح، بكره تاخد الحقوق وتعلق الدبوره وتنسانا يا عم. عيب يا جدع، ان شاء الله انت اول واحد تتعلق. سلام يا يوسف. خلي بالك على نفسك ابو صلاح. ها طبانجه وكده. ما تقلقش. امان امان. سلام سلام. صفاء فين يا أم؟ خضتني يا أخويا. صفاء فين يا أم؟ بايتة عند خالتها. إيه مالك؟ وتخليها تبات عند خالتها ليه؟ وفي إيه أنا لما تبات عند خالتها؟ يا أخويا ما تخافش على أختك، أختك تشرف في أي حتة تروح. روح نام أنت بقى. أنام؟ هكلم خالتي الأول. وسيبيها تبات بره ليه؟ ما عندناش بيت. ألو. أيوة خالتي. أيوة يا صلاح. لا يا حبيبي نايمة. هو في حاجة؟ لا أبدا، كنت بطمن عليها. طيب يا صلاح تصبح على خير. وأنت من أهل بتقولي نامت نامت. ما هو مش معقولة يا خالتي 24 ساعة بيراقبني، بجد بقت حاجة تخنق. خايف عليك يا بت. خايف عليا من ايه؟ هو انا عيله صغيره؟ اتصل وعرف ان انا عندك، ايه لازمته بقى؟ خلينا اكلمها. مش مصدق يعني ولا ايه؟ والله ما خدت بالي، ده يبقى واد قليل الادب لما اشوفه. لو النبي يا خالتي ما تتكلميش معاه، احسن يعمل من الحبه قب. ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه. طب يلا نامي تصبحي على خير. انت من اهله. لو عوزتي تاكلي ما تتكسفيش، اندهي عليا انا صاحيه. حاضر. ايوه يا خالد، بقول لك ايه، انا مش عارف اكلمك دلوقتي، خالتي صاحيه وصلاح رايح جاي يتصل، فلو لقى التليفون مشغول هيطين عيشتي. لو سهران شويه ممكن اكلمك. يا
حبيبتي. انت يا راجل يا جوزي. صباح الخير. صباح ايه؟ ده الظهر. انت الظهر؟ الله، مفتاح الصيدليه في ايه؟ الله، مش انت قلت لي اديها لتامر عشان يفتح هو؟ يا ناحية قلت لك 100 مره ما تديلوش المفاتيح يفتح الدخانه لوحده. يا راجل ما انا دخلت سالتك وقلت لي اديها له. اديها له ايه؟ وايه اللي انت عاملاه ده؟ عامل لنا فنجان قهوه ساده. على فكره يا عطيه، انت ما تطقش الصبح، واللي يشوفك بالليل ما يعرفش يشوفك الصبح. قصدك ايه يعني؟ ما قصديش، هو معمل القهوه. يا ناهد 100 مره قلت لك انا مش عايز يروح يفتح لك زخانه ولا يخش الحاره دي من اصله. ليه يا اخويا؟ يكون شنخه ولا هيخطفوه هناك. ما تكبرش الموضوع واتصل بيه. صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله. ثانيه، ما بيردش. السلام عليكم، صيدلية النور. ايوه يا سيدي. ايوه يا بابا. انا مش 100 مره قلت لك ما تنزلش زفت الاجزخانه دي الا وانا معاك يا بابا. يا اخي بابا ايه وزفت ايه بقى؟ انتوا ما بتسمعوش الكلام ليه؟ ده ايه ده؟ بقول لك ايه؟ ما تديش مفاتيح لحد، اقفل وامشي. انا هنزل افتح معاه المفتاح الاحتياطي. يلا يا اخويا. الدقي الدقي زحمه قوي دلوقتي. امبارح قريب ده رد عليه. ايوه. لا معلش، اصل انا كنت في الحمام. اوامرك. شغال. خمس دقايق بالظبط واكون عندك قدام القهوه. ماشي ماشي. يا مسهل. ايه وزفت ايه؟ قلت لك 100 مره ما بشربهاش في فناجين، انا بشرب القهوه في كوبايه. ايه؟ في ايه يا عطيه؟ نهار اسود عليا النهارده، مالك؟ خلاص يا جميل حقك عليا. ايه يعني؟ نشربها في كوز، ما دام من ايديك الحلوه خلاص. ما مش كده يا عطيه، من الصبح يا اخويا زعيق، كان يوم اسود يوم ما نزل يفتح فيه الصيدليه. ما انا يا حبيبتي مش عايز ينزل الحاره دي من اصله ولا يشتغل في الصيدليه، وقلت الكلام ده 100 مره لما قلب اتنهى. خلاص يا اخويا، انت وابنك حرين في بعض، اشربوا بعض. اعمل حسابك الشغاله جايه بكره. ودي هتاخد كام؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ وهتجيب لنا الاكل معاها ولا ايه؟ معقوله يا ناهد شغاله ب 1000 جنيه علشان ثلاث انفار في البيت؟ ايوه. قول بقى كده، قول انك جايب خدامه ليك انت وابنك. لا يا جميل، فهمتني غلط، ده انت ستنا. ستنا وتاجر اصلا. ما هو كان كلامك قبل الجواز مش كده. قول بقى ان ما يهمكش ضوافري، ما يهمكش تدخل البيت تلاقيني غرقانه في ميه الغسيل، قول ما يهمكش ان انا يبقى شعري بايظ وما اروحش الكوافير. قول. لا بقى ده كلام. ضوافرك؟ ده احنا خدامين ضوافرك، ده احنا نمشي على ضوافرنا في سبيل ضوافرك. بقى ده كلام، بس بقى على شرط ما ترجعيش بقى تزعلي وتقولي لا، اصل البنت الخدامه دي شغلها وحش، اصلها قليله الادب، بتقل ادبها عليا. لا ما تخافش، الولايه اللي جايباها بتقول عليها شاطره قوي. طبعا لازم تكون شاطره، امال قدرت تلهف مني 1000 جنيه في الشهر ازاي؟
ناولين ربع يا منى. ايوه يا باشا هو سبته يا باشا زي ساعتك ما امرت. حاضر يا باشا. الله يكرمك، اطلع بقى رجع العربية وادفع إيجارها. هيحصل يا ريس، السلام عليكم. السلام. الواد بلال يا راجل يابا. على الله لما يمسك قرش ما يتعوجش علينا. ما تقومي يا ولية، أنت هتفضلي نايمة للعصر. أوه. ما انا قايمة من النجمة عشان افطر العيال، سيبني انام شوية بقى. خليكي نايمة. خد يا منى. جيب لنا 2 كيلو كباب على كيلو كفتة وشوية سلطات وعيش من الفرن. ما تهدى بقى شوية يابا، مش معقول كل فلوسنا رايحة على بطننا. أنت مش شايف القرف اللي احنا عايشين فيه؟ يوه يا منى، أنت ما بتزهقش حوارات في المواضيع دي. ما تخلينا نقب على وش الدنيا. نفسي أطلع البلكونة وأبص على منظر عدل. أنت مش كل ما تطلعي معايا وتشوفي الفلوس دماغك تنقلب. المرشدين كتير في الحاره يا منى، واي فلوس هتبان من غير سبب هنتحط في الكشف. يا سلام، هو احنا يعني بس اللي بنبيع؟ ما نص الحاره بتبيع. اهدي شويه يا منى، اهدي يا بنتي. اي فلوس بعملها ما هي ليكي ولاخواتك. انا خايفه عليك يا زيزو. ما تخافيش، روحي بقى اجيب الكباب، هموت من الجوع. ما تقوم يا وليه وخلي عندك حصوة ملح. خلاص خلاص هقوم، بس دي واحدة بس. دي ايه الولية الجبلة دي؟ يا اختي تقدري على قاعده في الجامع يا وليه؟ لازم تخلصي الدرس كله. طب انا في الجنه. وانت مالك انت؟ الله، وانت ما بتروحي طول النهار يوم الحد تلزقي في الكنيسه يا بنت؟ حد بيقول لك حاجه؟ يا اختي يا رب انا قد سنتي تحجي في نفس اليوم. من بقك لباب السما. بس ستر البنت الاول. وليه ام عبد الله حجنني؟ ما تفهميش ليه مصممه على مرتبتين. لا اله الا الله يا اختي، ده احنا دخلنا على ربع مرتبه، لا قلنا اه ولا اي. ما هي مش عايزه ابنها يتوجع. سعاديه. بس انطر القطن بقى غالي قوي. ربك هيسهلها. يا رب. خايفه ما سطرش البنت. يا لهوي. ده انا تبقى وكستي مش على حد. انت مش هتقبضي الجمعيه الشهر ده. ده هي دي نجدتي. ربنا بس يشفيها عم منصور يا رب. بقول لك ايه؟ ما تيجي بكره الصبح نروح نشق عليه. وماله هنقولنا سواب؟ صابا هاخده لوحدي، انت مالك انت؟ يا اختي نصصي بلاش طمع، انت حابه ولا حابه؟ لذلك يصل الحجيج الى جبل عرفات. هناك تبدأ الشعائر الدينية كما أمرنا الله. سامع يا واد؟ حتى غروب الشمس. بيقول لك هنقف على عرفات لحد المغرب. النبي تنولها لي يا رب. يا رب الاقي فرد الشبشب السودا، كانت هنا، راحت فين؟ عملت ايه يا واد في الصور بتوع البازابورت؟ الصور اللي معاك يا ابيض واسود ما تنفعش، لازم تتصوري. ده ما تصورني يا اخويا. اصورك ازاي؟ اقرب مصورتي بعد 2 كيلو من هنا، اشيلك على كتفي واجري ولا اعمل ايه؟ جيب لي المصورات يصورني هنا. ازاي بس يا ماما؟ ازاي؟ يا واد انت مخنوق عليا كده ليه يا واد؟ كل ما اجيب لك صوره الحج
قولي لي اعمل ايه وانا اعمله واحط جزمه قديمه في بقي. انت ايوه هتدفع لي حاجه من جيبك في الحج ولا في الصور؟ اسم الله. هاي فين الشبشب ايه؟ بس انت روح قول له الحاجه نفيسه النبي يا رب تسمعها مني. قول له قول له امي هتحج، قول له عايزاك تجي لها الاوضه تصورها واللي هو عاوزه ياخده. حاضر يا اما. النهارده يا واد. حاضر يا اما. في حاجه تاني؟ رد عليا كويس يا واد، مش كل ما اجيب لك سيره الحج لسانك يتعوج. الله. حاضر. وكلت الفراخ؟ وربنا اكلت الفراخ. طب غور غور من وشي يا واطي. حاضر حاضر. غور جاتك غارت غرغرت. بطل دوشة يالا، بطل دوشة. الو، بقول لك ايه؟ ابعت لي عربية. في زبون لغيته على 70,000 وشكله جاي. هيبقى هنا على 5:30. لو مش هتقدر تيجي ابعت لك حد ياخدها. ما تلغيش الفلوس قدام الزبون. يلا مع السلامة. ازيك سناء؟ نحمد واخوي. فوت على ابوكي؟ ايوه. بس تعبان قوي والله يا سعيد. دعيله يا سناء ربنا يشفيه. ادينا بندعيله وبنقرا له قران ليل نهار. في حاجه سناء؟ ها؟ لا يا اخويا ما استغناش. بص يا سناء، انا فاتح المحل ده على عيني، الناس واكله وشي، ابويا رايد وانا فاتح المحل. بس اعمل ايه؟ انت عارفه بقى مصاريف الدواء والاكل والشرب على اللي داخل واللي خارج. مستوي يا اختي. انسي ال 20 جنيه بتاعت كل يوم. انسى انسى ازاي يا سعيد؟ واكل انا وعيالي منين؟ الله، وانت مش في عصمة راجل؟ قولي له يتحرك شويه بدل البلطجه اللي هو فيها. يوه، وايه اللي دخل جوزي دلوقتي بالموضوع؟ انا ليا في المحل ده زي ما انت ليك بالظبط. انت بتعلي عليا صوتك في الحرس. انا استغفر الله العظيم يا رب. معلش هلمها يا سعيد عشان خاطر ابوك التعبان. بس اوعى دماغك تاخدك للي بتفكر فيه. ها؟ لا يا اختي، انا ما بفكرش في حاجه. ولا دخل العده واقفل المحل. مش صاحبه عيان؟ يتقفل بقى لغايه ما صاحبه يجي. يبقى هاتي له انتوا الدواء يا اختي بقى. ماشي يا سعيد، اقفله ان شاء الله حتى تولع فيه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. افتح هلا المحل. قوموا يا عيال يلا عشان تدفعهم يا فرح. في يا سناء مالك؟ راكبه 100 عفريت ليه؟ يا اخويا سيبني في اللي انا فيه بقى. ويلا يا عيال عشان تاكل. منك لله يا سعيد يا ابن نعيمه، منك لله. امال ابويا لو مات كان عمل فينا ايه؟ ايه عمل فيك ايه اخوك تاني؟ عمل اسود ومنيل، قفل المحل ومش عايز يديني ال 20 جنيه اللي ابويا كان سايبها لي. لسه شفت منه حاجه؟ ده كان صاحبه وانا عارفه كويس. خلاص يبقى احنا لازم نقفل ونوقفه عند حد. كل يا واد، ولا اقول لك ما تدفعوش؟ قوموا يلا غروا من وشي. قوم هتاكل ولا اعمل لك شاي؟ اعمل لي شاي. ماشي. وإذا كانت هذه الأشياء صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها جريمة في حد ذاتها، يجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال حتى لو لم تكن ملكاً للمتهم. ملكاً للمتهم. يقويك يا حبيبي. أو النبي ادعي لي يا أمي. إلهي ربنا يجعله من حدك ومن نصيبك، وأشوفك ظابط قد الدنيا يا صلاح يا ابن بطني، وينجح أختك قادر يا كريم. ويهديها، ادعي إن ربنا يهديها. يوه، ما أختك كويسة والحمد لله. انت بس اللي شغلك في الاسم مخليك شاكك في الدنيا كلها. وبعدين ما تنساش انها بنت جامعيه. ياما انت فاكره الجامعه دي ايه؟ ده شارع كبير فيه الحلو والوحش واولاد الحرام. وخلي بالك ما بوصي البنت غير البنت اللي زيها. اصحابها كلهم بيقولوا لها لحد هنا وعارفين انهم كويسين واولاد حلال. برضه خلي بالك. ربنا يستر. اعمل لك لقمه تاكلها؟ لا شكرا. بس بقول لك ايه، لو حبيت تجيب بطيخ بعد كده قولي لي انا اجيب لك بطيخه مسخه بس سكر من ايديك. روح يا شيخ، الهي ربنا يبارك لك ويخليك ليا قادر يا كريم. لو وصلت حاجه انا بره وبانده عليا. يجوز للقاضي اذا حكم بعقوبه جنايه او جرح ان يحكم بمصادره الاشياء المربوطه في الجريمه التي استعملت او التي من شانها ان تستعمل فيها دون الاخلال بحقوق الغير. حسن النيه. Thank you.
والحق سبحانه وتعالى يقول: وهكذا نجزي المحسنين. يعني البني آدم مننا لابد إنه يقوم الليل يسبح ويعبد، يعبد الله ويصلي، يعطيه الله ثمرة إحسانه، يعطيه الله إيه؟ ثمرة إحسانه، ويمده بالحكمة والعلم والصبر. أيوة الصبر. لازم الإنسان مننا يا أولاد يصبر على ما ابتلاه الله ويتقبل قضاء الله وقدره. يعني إيه؟ يعني لو ربنا سبحانه وتعالى خلق الواحد مننا فقير، خلقه إيه يا شوقي؟ فقير. فقير لازم يستحمل ويصبر ويشتغل ويتعب ويجد ويجتهد في عمله، أم ربك سبحانه وتعالى يرد عليه ويقول له: قبلت قدري وأحسنت عملك فخذ جزاءك. خذ إيه؟ جزاء. خذ جزاءك. عشان كده يا أولاد تلاقوا كل العظماء اللي في الدنيا، والعظمة لله وحده طبعا، أنا أقصد كل الناجحين الواصلين من النوع اللي صبر واستحمل وصبر على ما ابتلاه الله وعلى قضاء الله وقدره. ولا ايه يا ولاد الكلب؟ تنمتوا؟ طب قوموا ناموا، نامت عليكم حيطه. ايه انا بدي الدرس للهوا؟ لا يا اخويا كمل كمل، كلامك حلو قوي. كملي نوم انت يا زينب. كمل كمل كلامي حلو، مش سمعت حاجه من كلامي. يلا يلا خدي بنتك وروحي ناموا. يلا يلا بنتي عايشه. معلش يا اخويا معلش، تعرف انا بصحى بدري عشان العيال. يلا يا عيشه يلا. يلا يا اختي الله يعينكم. كمل يا اخويا كلامك حلو كمل. الله يعينكم. تصبح على خير. انتوا من اهله الله يعينكم خالص. ما تقوم يا اخويا حصل امك واختك انت كمان. لا يا حاج انا قاعد معك شويه. بجد يا شوي؟ ولا شوي انت فهمت اللي انا قلته ولا تحب اعيده لك مره تانيه وافهمه لك بطريقه مختلفه؟ فهمت فهمت طبعا يا حاج. انت عارف يا شوي يا ابني انا نفسي في ايه؟ في ايه يا حاج؟ نفسي انك تشتغل اي حاجه اي حاجه. الراجل يا ولد اتخلق عشان يشتغل ويعمر الدنيا. ما على يدك يا حاج. اشتغل فين بس في البلد دي؟ اشتغل فين؟ ما هو ده الغلط. شوقي يا ابني اصحابك اللي هم سافروا بلاد بره عملوا لهم ايه في بلاد بره؟ استقبلوهم في المطار وشغلوهم على طول؟ لا يا حاج يعني اكيد قعدوا يدوروا على شغل شهر ولا اتنين لغايه ما ربنا كرمهم واشتغلوا. يعني ساعوا ودوروا؟ سعوا فين؟ في بلاد بره. طب ما كانوا يسعوا في بلاد جوه احسن لهم، كانوا دوروا على شغل في بلدهم وكان ربنا هيكرمهم ان شاء الله. انما انت انا عمري ما شفتك بتدور على شغل. ادور فين بس يا حاج؟ يا ابن البلد كبيره سمي بالله كده واقصد كريم ودور، وان شاء الله ربنا هيعطرك على شغل كويس. حاضر حاضر يا حاج، من بكره الصبح هنزل ادور على شغل. انت بتاخدني على قد عقلي يا واطي؟ من بكره الصبح؟ ما انت كل مرة بتقول لي من بكرة الصبح ولا بتدور ولا بتنيل. بقول لك ايه؟ هو انت ما هتشتغل هتكبش وتديني يعني؟ يلا روح روح جيل مهب بجد كل بلد، لم ياد السجاجيد ورجع الصلاة زي ما كان. يلا يلا. حاضر. استنى بس احط الحزام اهو. بالراحة. روح يا مرة عند اخواتك يا حبيبتي الاكل خلص. لما اخلص اللي في ايدي. بالراحة بالراحة يا بنت هتقطعي شعري. ماشي يا زيزي. خلاص خليك انت بقى وانا اروح انا ليهم. ما بلاش المشوار ده. انت يا واد يا سايق اطلع اول الاكل خلص. وده الشغل يا بنت. ضربة واحدة ونخلص. طب خد الواد بلال معاك. ما ينفعش. فين الشنطة؟ هي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله معاه كلب. ايه ده؟ ما تخافيش ده اوان تصوت بس اهو يخوف. هات الشنطة. ايه ده؟ ايه ده؟ سلامة الله يا اخويا، ربنا يستر طريقك. ربنا يوفقك يا رب.
ايوه حبيبي. لا اطمن، المراكب لسه واصله حاجه طازه كاستره. ايوه. ده كلام برضه رجاله. اول يوم اجي لكم الاسم تنزلوني ماموريه وش على طول كده؟ انت لسه شفت حاجه؟ الدايره صعبه ابو صلاح. لا 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 يا نهار اسود. ايه ده؟ ايه ده؟ اوف 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 اوف. حاضر. Let's go!